السلام عليكم، بدر العنبر، دوار اتش اي بجامعة تازوطا اقليم صفرو. اولا وقبل كل شيء الشكر موصول لجريدة اصوات وجريدة المغرب العربي بريس في شخص مراسلها السي عزيز الصبيح. غادي نهضروا على قطاع الكهرباء اللي تقصيت منه منذ سنة 2000، وغنقرا لكم المراسلة اللي صفت للسيد العامل ومعالي وزير الداخلية ومدير الديوان الملكي القصر العامر. يطيب لي السيد العامل المحترم ارتباطا بالموضوع آلاه أن أتوجه إلى مقامكم العالي من أجل الاستجابة للطلب الذي آمل أن يحظى بعنايتكم، حيث يتعلق الأمر بربط منزلي بشبكة الكهرباء كسائر دوار اتش اي بجامعة تازوطا إقليم صفرو لتجاوز المعاناة التي تعانيها أسرتي في غياب الكهرباء كوسيلة ضرورية للحياة اليومية، والتي تدخل ضمن التوصيات الأولى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، الذي أولى اهتماما كبيرا لساكنة العالم القروي ووجه أوامره السامية في هذا الاتجاه. ونحن كسائر المواطنين بدوار اتش اي نأمل خيرا من سيادتكم المحترمة ونتمنى إصدار أوامركم لرفع هذا الحيف الذي طالنا. السيد العالم العامل المحترم، السيد العامل المحترم، في انتظار تدخلكم لرفع هذا الحيف وتمتيعنا بحق في الكهرباء كسائر المواطنين الذين استفادوا منه منذ سنة 2000، بينما تم إقصائي من هذا الحق في ولاية من يمثل المجلس آنذاك ويمثله حاليا، رغم قلة المسافة الموجودة بين العمود الكهربائي ومنزلي الذي لا يتعدى 700 متر تقريبا. وما فضل الغيظ هو تجاهلي في الشطر الثاني من برمجة الكهرباء الخاصة بسنة 2009 ميلادية القاضي بتوسيع الشبكة بأحواز الدوار بما يناهز 32 عمود كهربائي من التوتر المتوسط في اتجاه الشركة بها مقلع ومعمل لتقطيع الرخام الذي يعودان إلى رئيس الجماعة تازوطا آنذاك والحالي، وأزيد من 80 عمود صغير منه متفرقة في المجال الغابوي للكوانين المهجورة لأغراض سياسية، وكذلك من برنامج سنة 2016 الخاص بالشطر الثالث والقاضي بتوسيع كوانين عين الغول بنفس الدوار الذي كان من بينهم منزلي، وتفاجأنا بإلغائه وتحويل ميزانيته إلى صهريج أحد الدول المجاورة لأسباب نعتبرها سياسية، واستبداله بالطاقة الشمسية في برمجة الكهرباء القروية الشمولي التي لا ترقى إلى تطلعاتنا، كون البطارية لا تشحن في فصل الشتاء بسبب كون المنطقة جبلية باردة وبدأت تتوقف بشكل تدريجي قبل عيد الأضحى المنصرم، رغم تواصلنا بالشركة المكلفة بالصيانة انفيرومينا كانت الإجابة قولا مرحب به بدون فعل. ومن 25 أغسطس 2023 وهي متوقفة بشكل نهائي والهاتف النقال للشركة المحمول لا يعمل والثابت لا من مجيب رغم إخبار الجهات المعنية لكن بدون جدوى، ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2000 ميلادية حيث تمت برمجة الشطر الرابع الخاص بتوسيع كوانين المجاورة المنزلي استفاد منها أصحاب الشركات المجاورة والكانون المحاد لمنزلي ببضع أمتار فقط، ولحد كتابة هذه الأسطر لم يزود منزله المهجور بالربط الكهربائي مع العلم أن منزلي شيد سنة 1987 يقطن في أبي محارب قديم أفنى عمره في صفوف القوات المسلحة الملكية منذ ارتدائه البدلة العسكرية وهو في الأقاليم الجنوبية يؤدي واجبه دفاعا عن الوطن، لا يعقل أن يتم حرمانه من هذا الحق المشروع إذ نكتفي بالشمع تعبيرا من عن الظلم والظلام الذي طالنا، بالرغم من تقديم عدة شكايات في الموضوع ما دفع القيام باعتصام أمام الجامعة في شهر فبراير 2020 تم تدخل الجهات المعنية لرفعه. أنا ذاك تلقيت عدة وعود لحد الساعة أعتبرها كاذبة وعليه فحرصا منكم على تنزيل توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتعلقة بكهرباء العالم القروي والعالم القروي ورعاية منكم لصالح المواطنين مصالح المواطنين وترسيخ سياسة القرب والانخراط الجدي في مسلسل التنمية في جو من التواصل والتعاون والتنسيق التام مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية،
وفعالية المجتمع المدني والعمل على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الإدارية لهم بشكل جيد والإنصات على إلى تظلماتهم وشكاويهم. لهذه الأسباب نرجو منكم السيد العامل المحترم التدخل العاجل لوقف العشوائية والمزاجية التي تطبع مشاريع هذه الجماعة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمصلحة العامة للمواطنين وتسييسها بشكل مفتوح. نرجو منكم الإنصاف والتدخل من أجل حل هذه المعضلة التي أصبحت إشكالا تجاوز المغرب وارتقى إلى مستويات عالية لا تسمح بالحديث عن منع مواطن من الماء والكهرباء لأنهما ضروريتان للعيش الكريم. وفي انتظار جوابكم تقبلوا مني فائق تقدير والاحترام ملحوظة، وجهت نسخة من هذه من هذا الطلب إلى معالي مدير الديوان الملكي القصر العامر، ونسخة إلى السيد وزير الداخلية الرباط، ونسخة إلى معالي صاحب الجلالة على جهة فاس مكناس. هذو هما المراسلات.